حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريده حدثني يحيى بن يعمر ان ابا الاسود الديالي حدثه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوا مقعده من النار